الله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. بصوا بقى، كل مرحلة ليها مفرداتها وتوجهاتها وبنيتها الأساسية اللي لازم نتفق على ملامحها مع بعض من دلوقتي. إيه الكلام الكبير اللي أنا بقوله ده؟ يعني بص، أنتوا امبارح كنتوا أولاد موظف كبير، النهاردة أنتوا أولاد وزير. ابن الوزير بيبقى مسؤول هو كمان زي ابوه الوزير ما هو مسؤول، وياما وزراء ولادهم مرمطوهم وجابوا لهم الكافيه. يعني لازم نهدى كده ونلم الدور. انت مستخبي لنا فين الوزاره دي بس؟ ما كنا كويسين. قلت له يا ولا بقول ما احنا كنا كويسين يا بابا، ايه الوزاره اللي هتجيب لنا الكافيه دي؟ اتفضل يا فندم. ايه ده؟ دي خطة سعادتك يا فندم في تطوير الوزارة. خطة ايه؟ هو أنا لسه لحقت أعمل حاجة؟ ازاي يا فندم؟ ما احنا كلنا بنشتغل بفكر سعادتك، سعادتك بتدينا الخطوط العريضة واحنا بنكمل. خطوط ايه؟ أنا ما عملتش أي حاجة باللي أنت بتقوله ده. يا سلام على التواضع. بالمناسبة يا فندم، وزير الشباب الدنماركي جاي يزورنا في وفد رسمي الأسبوع الجاي عشان نناقش التجربة الدنماركية للنهوض بالشباب. وأنا إيه علاقتي بالموضوع ده؟ ما هو في بروتوكول بيننا وبين الدنمارك لتعميم التجربه الدنماركيه وتطبيقها. الله، هو كل واحد هيسافر شويه ببلد يرجع لنا بتجربه؟ ولعلمك بقى ابشر تجربه في اوروبا كلها التجربه الدنماركيه دي. طب ليه ما نجربش التجربه الكوالالمبوريه؟ اه ماله يا فندم، بس ايه معالمها دي؟ معرفش، هم لسه ما عملوش حاجه منها لغايه دلوقتي. بعد اذنك. الو؟ ايوه. وبعدين؟ المهم ابن معالي الوزير كويس؟ فيه يا شكري. لا يا فندم مفيش اي حاجه. طيب ما حدش ياخد خبر بالموضوع، واحنا هنتصرف مع اهالي الاولاد. مع السلامه. حصل يا شكري. لا دي حاجه بسيطه يا فندم. حسين بيه. حسين بيه مين؟ ابن سعادتك يا فندم. ماله؟ خناقه بسيطه في الجامعه بينه وبين الاولاد يا فندم. وحصل ايه؟ 14 جريح واثنين في حاله خطيره يا فندم. كام؟ سبق قبل كده وقلت لكم ان كل نيله مرحله ليها مفرداتها وتوجهاتها وبنيتها الاساسيه. 14 جرحى واثنين في حاله خطره. بتضرب الجامعه حسين يا بابا؟ بس افهمني. افهم ايه؟ ما انا فاهمكم واوعيكم وعاد القعده دي قبل كده ونصحتكم ولا وسط بعض يعني. اتفضل. لسه ما عملناش حاجه من الشتم في الجرايد. ابن وزير الشباب في توت الجامعه. ايه ده؟ ده مين اللي كاتب ده يا بابا؟ واحد اسمه ابو حنفي ودول بيجرجروا بعض. ابو حنفي يكتب ورا ابو سريع يكتب، مصطفى حسين يرسم، واحمد رجب يبهدلنا، واحنا مش قد الحاجات دي. هو يعني ايه اللي حصل يا بابا؟ ما لسه ضرب 4 شهر اللي فات وما عملتش معايا اللي انت عملته دلوقتي. يا بابا حسين كان بيضرب له 3-4 وابوه حيلا رئيس جهاز. دلوقتي ابوه وزير، ما يضربلوش 14-15. 15 اهي يا فراخ. يا بابا اهدى، ابو حنفي ده من حقه يكتب وانت من حقك ترد. اسمع بس، ما احبش الفلسفه بتاعتك دي. يا حسين يا حبيبي، انا ما انكرش انك انت ليك معزه خاصه عندي، خاصه وانت اخر عنقود وامك فايصت فيك وهي بتولدك. بس ما تسوقش فيها، ايدك تتمد على حد تاني هيقطعها لك، وده انذار ليكوا كلكم.